حق كبيره يعني مش تشوق للحج، مو هاي مكرمه من الله سبحانه وتعالى. وهالسنه تختلف عن كل سنه، هالسنه يعني التطور مطورين الامور، حتى عندنا بهيئه الحج، عندنا بالعراق، عندكم انتم الحمد لله استقبالكم يعني الحمد لله. الحاج عبد الرحيم صادق غني محاويل العراق من محاويل قريه ابو مصطفى الخليل، وصلنا لهنا والحمد لله خدمه ممتازه وبفضل الله سبحانه وتعالى وما قصرت، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم يا اخي العزيز. والله ساتم يعني فرحان، كل شيء فرحان كانه حلم يعني الله سبحانه وتعالى قسم لنا الحاج بارض المملكه العربيه السعوديه، فلقينا استقبال هنا بالمملكه العربيه السعوديه، حافل باستقبال، توزيع الماء المجاني، توزيع المشروبات الساخنه والبارده، والحمد لله والشكر نشكركم على حسن الاستقبال. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي اول حجه لي كنت اتمناها وصار مقدمه من 2018 وتو يلا يعني قدرنا نجي، وكل سعيده وفرحانه، وجوهكم الطيبة نفسها الحمد لله والشكر. دائما أنا هناك بالعراق أمدح بكم، أقول السعودية ناس طيبين.